بسم الله، السلام عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في احسن حال. اليوم جبت لكم كيكه تاع المناسبات، انا اللي نحضرها على جال بنتي ربحت سيزيام، وقلت علاه ما شاركهاش معاكم هكذا باش تكون عندكم فكره اللي تكون عندها مناسبه ولا تخدمها وحدها في الدار، مع اقتصاديه وما تكلفنا ما والو، وولادنا يفرحوا بالحاجه اللي نخدمها لهم في الدار. نروحوا للمقادير. عندنا هنايا 6 بيض، وعندنا كاس تاع سكر، وعندنا وحده خميره اللي هي مغرف صغيره، ماشي مغرف صغيره معمره، ماشي كيما نقولوا هكا ممسوحه معمره. وعندنا لافاني، وعندنا هنايا كاس ونص فارينه، وعندنا زوج مغارف تاع كاكاو. كاكاو الا كان عندك كحل ديري زوج مغارف، الا كان عندك كاكاو بني ديري حتى 3 مغارف. فوالا دوكا نروحو نحضرو مع بعض. كيما قلت لكم هنايا زوج كاس ونص تاع فرينه، وراح نقص بدو زوج مغارف علاه باش راح ندير الكاكاو. هذوك زوج مغارف راح ندير في بلاصه من الكاكاو، داك اللي نقصو من الكاكاو تاني راه يشرب. نقصنا زوج مغارف تاع الفرينه ونزيدوهم كاكاو. كيما قلت لك يكون عندك بني ديري 3، كي يكون عندك كحل. دوكا نروحو نحضرو. شوفوا هنا عندنا البيض، درنا البيض دوكا، درنا 6 تاع بيض كامل، بيض كامل، وعندنا كاس تاع سكر هكذا. نزيدو شويه تاع لافاني معاها مع البيض باش يريحنا، باش ينحينا ريحه البيض برك. هذا لافاني هذا ما كان ماشي لازم، لا ما كانش عندك ما ديريهش. نزيدو هكذا تاع لافاني باش ينحينا ريحه البيض. وانا دوك نخلطو هادو قبل مع بعض. خلطيه بالبصل ولا خلط تاعنا، فوالا خلطو مليح. شوفوا هكذا معايا كيف رختها. دوك ندوها للفور، والفور يكون سخون مليح ويكون 180 درجة. والنسبة اللي ما عندهاش الفور اللي ما فيش درجة الحرارة، زعما الميزان تاع درجة الحرارة، خلي الفور يسخن مدة ساعة. كي يسخن الفور مدة ساعة شعليه الفوق والتحت وخليه يسخن مدة ساعة، ومن بعد مثل ما حطي الكيك تاعك. ولا كان عندك الفور يشعل غير التحت، شعلي له برك التحت، ما تشعليلوش الفوق، شعلي له التحت وخليه يسخن مدة ساعة، ومن بعد حطي الكيك تاعك وخليه مدة 20 دقيقة حتى اللي يطيب لك مليح. ومن بعديها قيسي هكذا بالموس، حطي الموس لداخل في وسط الكيك، كي يجيك الموس ناشف معناتها خلاص الكيك تاعك راه طايب. والكريمة الزبدة، كريمة الزبدة عندنا هنايا شوية تاع زبدة، زوج مغارف قد هكذا برك، زوج مغارف كبار تاع زبدة. وعندنا شوية تاع حسيلة هكذا، وعندنا شوية سكر كلاص، وعندنا كاكاو. علاه كاكاو؟ لخاطر رانا رايحين نديروها بالشيكولا، داك علاه لازم نديرولها الكاكاو. فوالا، واللي ما تحبش كريمة الزبدة ما ديرش كريمة الزبدة، جيبي برك زوج بايطة شيكولا هذيك تاع سميل وذوبيها، ومن بعديها بقاي تطلق تشربي الكيك تاعك وكامل، بقاي تطلي في ديك الشيكولا تاعك وتحطي بالوحدة حتى اللي تكمليها وسقيها من الفوق. اللي ما تحبش كريمة الزبدة روحوا للزبدة هي الاولى. فوالا، واللي ما عندهاش كيما هكذا ما قلت لكمش، اللي ما عندهاش الحسن ما كان لا تروحي تشري. شوفي واش ديري، ديري فنجان كيما هكا تاع سكر وخليه يتحرق في الكسرونه يتحمر، ومن بعد كي يتحمر ديرو الفنجان تاع ما وخليه يغلي، وانت هاكي درتي الحسن بلا ما تكلفي روحك. واللي ما عندهاش السكر تقدر دير غير الحسن برك، ما ديرش السكر كلاص، تقدر دير غير الحسن ولا فاني على جال باش ينحينا ريحه الزبده، ما تبقاش ريحه الزبده في الكيك تاعنا. دوك نديرو زوج سكر هكذا، يعني درت مغرفة سكر، نزيد الزوجة فوالا، نزيد حتى الثالثة درت مغرفة سكر، نديرو ثالثة زوج على رجال الزبدة وثالثة على رجال الكاكاو، ونديرو مغرفة كاكاو باش تجينا باش تجينا كحلة على رجال اللي رايحين نديرو الشيكولا. ونديرو شوية تاع لافاني شوية برك على جال باش ينحينا ريحة الزبدة. هذا ما كان باش ما تجينيش ريحة الزبدة للكيك تاعنا. دوك نبداو نخلطو ومن بعد نديرو الحسن. هكذا الربو ما تزيديلوش، خليه ناقص
علاه؟ حتى اللي تخلطي كامل باش هذاك الخليط ما يطلعلكش الفوق وتعفن لك وزيدك هكذا. ديروا الخبز تاعنا هكذا وبعد خصنا نزيدو كامل الفنجال كما راكم تشوفوا. وكانت عندي حسيله ثقيله قا واش كاين خدمتها في الدار خدمتها كما نحبها انا. دونك كملنا كامل داك الفنجال تاعنا في الحسب. دونك نزيدو الروبو كاع واش كاين نخلطوها مليح باش تطرى معانا وكي نجيو نخدمو بها ما تعييناش. بعد ما نحيناها من الفور شوفوا معانا شوفوا شوفوا شحال راهي طايبه وناشفه. نعطولها وقتها ونخلوها طيب وتنشف. كي نديرو الموس ونلقاوها ناشف صاي نحوها نحط الموس في الوسط فوالا. دي تخشينه شويه كي تحبي ديريها رقيقه ديريها رقيقه. شوفي بعد ما قسمناها دوكا كنت راح نقسمها معاكم كيف كيف وشنو الباتري تحت تاع التليفون داك اللي ما قدرتش نقسمها معاكم كيف كيف. ترشقي الموس كيما هكذا تحكمي الموس كيما هكذا ترشقيها كاع ساير داير ساير داير هكذا بالموس هكذا مثلا هكذا 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 برك كاع ساير داير. ومن بعد تجيب الخيط هوليك الخيط وديري هكذا وتجبدي الخيط ديري هكذا الخيط وتجبدي هكذا راح تقسم لك كيف كيف ما تكسر لك. دوك راح نشربوا بالشربات اللي درتها معكم قبل نشربوها غير شوي شوي بالشربات ومن بعديها نرجعوا نديروا لها الكريمه اللي درناها كيف كيف. دوك تشوفوا معايا نشربوها بالشربات شوفوا معايا تكثري لهاش الشربات باش ما تجيكش ميها وما تجيكش معجنه هكذا. شربوها غير شوي شوي باش ما تشربناش ديك الكريمه برك باش ديك الكريمه تقعد لنا هكذاك شابه وما تشربهاش. هذا ما كان غير شويه بهذيك الشربات اللي خدمتها معاكم من قبل فوالا. وتقدري زعما ماشي تقدري ديريه كيك يومي هذا على اقتصادي ما فيه والو وتخليها هكذا برك هكذا برك راهي بنينه. واش نقول لك شربي بها ولادك قهوه حليب مع الحشيه راهي بنينه كاع واش نقول لك. دونك هذه خلوها تنشف نعاودو نسقو الاخرى كي تنشف نديرو لها الكريمه. شوفوا الكريمه تاعنا اللي خدمناها شوفوا واش نقول لكم واحد البنه واحد الريحه فيها كاع واش نقول لكم. دونك نروحو نديرو لها الكريمه ونسيبو البلاصه راهي خاصها نزلها خاصها بدو من جهه اخرى نسيبو خشينه ونزيدو لها هكذا حتى اللي نسقموها كامل تولي كامل كيف كيف. شوفو نعاودو نشربوها هذه هذه نعاودو نشربوها هنايا خلوها تنشف ومن بعد نديرو لها نديرولها الشيكولا تاعنا. ورق الطح تقدري ديري ساشي هكذا تحطيه في الطبسي تاعك وتحطيه فيها وتخدمي واش راح تخدمي لها كريمه ولا شيكولا هكذا ما تعييكش. دوك حنا نروحو نردوها بالعقل نحطوها هنايا هكذا من بعديها كي نديرو لها الكريمه ولا نديرو لها ما تعييناش. شوفوا معانا هنايا كيفاش ملسناها بالموس ملسيها مليح بالموس هكذا ديك الكريمه اللي تبقى. ودوكا نسقوها الشيكولا تاعنا عندنا الشيكولا تاعنا هنا نسقوها مليح نخلوها تمشي. ورا عندنا بابي ولا عندك ساشي ولا ما راح لا تعيك لا والو هكذا خليها تهبط تهبط وتغطي لنا تغلف لنا كامل هذوك الطرف هذاك. شوفي انا عندي هنايا 400 غرام تاع الشيكولا انا ولادي يحبوا الشيكولا درتها لهم بالشيكولا ما حبيتش نديرها بالكريمه. انت تحبي ديريها بالكريمه ديريها بالكريمه ديري كيما تحبيها انت كيما تحب العائله تاعك. نغطو كامل الحواشي هكذا الطرف تاعنا كامل نغطوه هكذا وين لقيناها ماشي مغطيه نروح نغطوها. كيما راكم تشوفوا هاي كحكه بسيطه هكذا نفرحوا بها ولادنا. شوفوا معايا ما فيها حتى تكاليف شوفوا بحاجه قليله ان شاء الله تجربوها. ما تنساوش ديروا لي لايك بارطاجو فيديوهاتي ونقول لكم شكرا. ودوك نقسم معاكم حبه تشوفوها. شوفوا معنا بعد ما قطعناها ان شاء الله تكون باينه لكم هكذا
يعني درت غير زوج طبقات هنايا، تقدروا تزيدوا البيضه ديروا حتى 10 حبات، غتجيكم تجيكم حتى 5 6. وتقطع رقيقه، انا ما قطعتش رقيقه، تشوفوا قطعتها خشيده. مام هذه الا قطعتيها رقيقه راهي تقطع لك 3 طبقات. شوفوا ما احلى طراوتها، شبه مام الكوش تاع الشوكولا. رانا درناه خشي، وانا كان الكيك نحب نخدمو خشي، ما نحبش نخدمو رقيق بزاف باش ما تجيش فيه الكريمه بزاف ويجي عيف. يجي كيما هكدا يجي خير، حيت ممكن تجي فيه الكريمه بزاف مع كريمه الزبده شويه تعيي. هذاك اللي انا نديرها غير زوج طبقات برك، واللي تحب ديرها 3 طبقات ولا تقطعها رقيقه هذا ما كان. شاهدكم في الجنه ان شاء الله.